السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي ومشتركي واللي هيشتركوا في قناتكم الحبيبة اعرف دينك. ذهب ليطأ برجله على ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت المفاجأة. يقول أبو هريرة، يقول أبو جهل، هل تتركون محمد يعفر وجهه بين أظهركم، أي بالسجود عند البيت، أي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي عند البيت، فأنت هتسيبه كده؟ واللات والعزة لئن رأيت لأطئن برجلي هذه على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. المهم، ها عملت بقى أبو جهل؟ فذهب والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، زعم أنه سيطأ برجله على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوه ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له ما لك؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ فقال إن بيني وبين محمد لخندقا وهولا وأجنحة، وخد بعضه ورجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه، لو دنا مني خطوة لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. عشان كده كما عند ابن كثير يقول عبد الله بن مسعود، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وقد ذبحت بالأمس جذور ناقة جمل يعني، فقال أبو جهل، من منكم يذهب فيأتيني بسلى جذور بني فلان فيضعه على كتف محمد إذا سجد؟ يعني عارفين ما تحتويه الأمعاء من كذورات يعني في الذبائح، يعني سواء في الأبقار أو في الإبل أو. فذهب أشقى الناس عقبة بن أبي معيط، فأتى بسلى جذور ووضعه على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. يقول عبد الله بن مسعود، والله لو كانت لي منعة لطرحته من على كتفي رسول الله. فذهب رجل آخر فأخبر فاطمة، وكانت جويرية صغيرة، كانت لسه بنت صغيرة، فأقبلت تشتمهم فطرحت ما على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم بيضحكوا ويميل بعضهم على بعض. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعا عليهم، وكان إذا دعا ثلاث، وإذا سأل الله سأل ثلاث، فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، فتوقفوا عن الضحك وخافوا دعوته. ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعتبة بن أبي معيط وأمية بن خلف، وسمى السابع فلم أحفظ. يقول عبد الله بن مسعود، والله لقد رأيت الذين سمى النبي صلى الله عليه وسلم، أي سماهم يوم بدر، وكلهم صرعى أي قتلى، بل وأخذوا على قليب بدر، إلا تنصروه فقد نصره الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تمل من الصلاة على رسول الله، فمن أراد خير الدنيا فعليه بالصلاة على رسول الله، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.